بشرتنا. أول شيء يعطيك العافية. الله يعافيك. الشامات يعني أول شيء نحن نجي لتعريف الشامات، يعني إحنا دائما بنحكي لها هي ورم حميدي بتتجمع فيه خلايا، بتكون خلايا اللي بتفرز الميلانين أو خلايا صبغية أو خلايا أخرى موجودة بطبقة الأدمة بالجلد. تجمعها إما بكون يعني كونجينيتال موجود من الولادة أو أثناء الحياة بتبين الشامات. الآن النقطة بالموضوع إنه في عندي علامات بتبين لي إنه الشامة هاي يجب إني أنا أشيلها، أو بوقت معين يجب إني أروح على الطبيب وأسأله هل الشامة، هل الوضع اللي بيصير عندي هل هو طبيعي ولا لا. طبعا بتختلف من عمر لعمر، يعني كل ما تقدم العمر وصار في تغيرات بالشامة هي بتخلي الموضوع إنه أهم إني أنا أروح للدكتور وبصورة عاجلة. فمثلا الشامة إذا تغير حجمها، بنحكي عن الحجم إذا بالكبر يعني بالمساحة تتوسع الخارجية أو بالمساحة العمودية أو الأفقية. بكبر حجمها أو مساحتها، بتغير لونها، إذا تقرحت، إذا صار يخرج منها صديد، إذا صارت تنزف دم. إذا كان على الشامة في شعر وسقط منها بطل يطلع شعر، وإذا كانت الشامة ما فيها شعر وصار يطلع فيها شعر. أوكي، تغير اللون أهم إشي، ويصير عندي أنا أكثر من لون غامق يعني لا مش شرط مش شرط مش شرط. وأنا يمكن في هسه يمكن يعرضوا صور خلال الحديث لبعض بعض الحالات اللي كيف تنتقل الشامة من الحالة الحميدية للحالة اللي بتخوف أو تحولها إلى الخبيث. للكانسر. إذا في مجال شباب بتعرضوا الصور خلال الحديث عشان الدكتور. فالآن ساعتها أنا لازم أشيلها. طبعا يعني الآن ما في حل لإزالة الشامة سوى الجراحة تقريبا 100%، عشان إحنا نحكي مش بأسلوب تجميلي. نحكي بأسلوب يعني مش عفوا واحدة بتشيل الشامة، لا، لأسباب طبية، إنه أنا خايف من الشامة من تحولاتها فبدي أشيلها، ما في أسلوب للجراحة فقط. طب في شمات دكتور بتكون بارزة؟ نعم. وفي شمات بتيجي هيك نقطة بالبشرة يعني أو بالجسم حتى بأنحاء الجسم، فإيش الفرق بيناتهم هدول؟ هسا إحنا يعني الناس ما تخلط بالأمور، في كثير من الأمور بتنخلط مع الشمات زي الزوائد الجلدية أو النمش أو التصبغات أو بعض الأحيان الكلف الغامق، فهذا كله بيبين كأنه شامة. وكثير من الأحيان إحنا في عنا تجمعات دموية صغيرة، النقط هاي اللي أنت حكيتي عنها بتكون منتشرة بالجسم، هاي بتبين بالأعمار بعد سن 40، وهي إشي طبيعي. هلا تعتبر شامة، هي تطور طبيعي ما في منها خوف ولا عمرها رح تتطور لإشي. لكن الشامة بحد ذاتها اللي بيكون مش بيحددها اللون، لأنه في شامات عنا بلون الجلد فاتح، وفي شامات لونها أصفر، وفي يميل للخضار أو للزراق. فحسب الآن في عندي أماكن معينة بالجسم وجود الشامة فيها يجب أنه يستدعي أني دائما أتابعها. مثلا الأكف الإيدين وباطن القدم بالمنطقة بالخاصرة، الشامات اللي بتنولد وبكون حجمها أو مساحتها أكثر من 2 سنتيمتر، يعني بنحكي للأمهات أنه أنت تطلع على طفلك لما إذا كان في شامة أكثر من 2 سنتي هي يجب أن تتابع. في عنا شامات يعني بتكون مخبية بالجسم ما بتبين إلا بالصدف، فكثير من الأشخاص بفكرها حبة موجودة يعني خاصة بفروة الرأس. فهي الشامات بسموها هي شامة جاديسون، هاي من الشامات اللي جدا بكون لونها أصفر، طبعا هي ما بتكبر ولا بتحك ولا بتوجع ولا إشي، لكن ببلش عند سن البلوغ يحس إنه حجمها صار يكبر. هاي تندرج تحت أنواع الشامات؟ أنواع الشامات نعم. وهي إذا بدنا نحكي بأنواع الشامات يمكن ما بكفينا إنه نحكي إحنا بصدد الحديث هذا، لكن يمكن يكون معنا بس نحكي إنه إحنا كيف نوعي الناس نوعي الناس عن كيف إنه أنت تنتبه للشامة اللي موجودة عندك. فهي بتكون بفروة الرأس ما بيحس فيها، طبعا هي موجود منذ الولادة، بتكون هي مع مستوى سطح الجلد. الآن قبل سن البلوغ بسنة سنتين على عمر 12 أو 13 سنة بتبلش تكبر حجمها، بتصير يعني متجاعدة مرتفعة شوية وبنمو فيها شعر، لأن هاي من الشامات اللي يجب إنها تنشال.
لأنه في احتمال يعني بالعلم وبالكتب الطبية أنه في عندنا احتمال كبير جدا أنها تتحول لورم سرطاني. يعني هاي من الأمور الواحد لازم ينتبه لها لأنها مش مبينة. نعم. وخاصة إذا كانت عند بنت لأنه شعر طويل ما راح يبين، كل الشباب بأي لحظة يحلق شعره وكذا بتبين. صار واضحة. ويعني يعني المتابعة هاي فيها كويسة. أهم شيء تدخل. وقرار النهائي هو إنه بمجرد إنه ما بلش يتغير حجمها يجب إنه يتجاهل. طيب أساليب إزالة الشامات شو هي دكتور صفوان؟ الأسلوب الثابت اللي ما بتغير عليه، يعني أنا كثير بواجه سؤال من المرضى والناس المحيطين فيه إنه والله بدي أشيلها بالليزر. في كثير من الشامات أو التصبغات بالجلد حتى تنشال بالليزر، ما في مشكلة. بس أنا لما أحكي بدي إشي سليم بحيث إنه أشيل الشامة بشكل كامل ما ترجع وتكون سليمة، بحيث إني أنا خلص يعني أخلص من هالموضوع، يعني ما ضلش كل كان فيه، السبيل هو الجراحة. لأن أسلوب الجراحة أنا بشيل النقطة، نحكي إحنا مثلا مساحتها هي دائرة نصف قطرها مثلا نص سنتي، أنا بشيل حواليها سنتي، هاي بسموها مسافة أمان، بحيث لو كانت هاي متحولة لورم سرطاني ومنتشر حواليها فأنا بعطي مسافة أمان، ما بشيل بس الشامة، بشيل حواليها واحد سنتي دائرة كمان للتأكيد. يعني للتأكيد هاي مسافة أمان أنا بخليها دائما لما أشيل الشامة وأنا بكون شاك فيها. الآن غير الجراحة في الليزر، في الكي بالتبريد والكي الكهربائي، وكلها طرق ما بتضمن 100% انك انت شلت الشامة. نعم. فدائما هي الجراحة هي الحل الأفضل الأنسب طبعا.